بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ايتيشو، رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية. الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية هي جمعية وطنية تضم في المكونات ديالها 12 المكتب الجهوي على المستوى الوطني، 72 مكتب إقليمي، المنخرطين يبلغ لحد الآن 13833 منخرط في قطاع ديال الصناعة التقليدية، لا في شقيها الخدماتي ولا الفنية الإنتاجية. قطاع الصناعة التقليدية له انعكاس مباشر على السياحة، وبالتالي سيكون انعكاس سلبي خاصة في إطار جائحة كورونا، وأيضا الواقع المعاش اللي عاشه الصانع التقليدي من خلال الغلق العديد من الورشات وعدم التمكين دياله من ممارسة المهام دياله في القطاع نظرا لظروف الجائحة. المبادرة اللي طلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية وأيضا بشراكة مع دار الصانع، هذه مبادرة نعتبرها مبادرة طيبة تتخدم العاملين في قطاع ديال الصناعة التقليدية من خلال إحداث هاد المراكز اللي تنسميوها مراكز جهوية ديال القرب للتعريف وترويج المنتوج الصناعة التقليدية. ولكن حبذا لو كان هاد البرنامج يكون برنامج إقليمي، باش يكون ماشي غير تنديرو مثلا كل، لأن كل جهة عندها الخصوصيات ديالها في مجال ديال الصناعة التقليدية. جهة درعا التفيلات ماشي هي جهة الدار البيضاء السطات، ماشي هي جهة فاس، إذا كل جهة عندها واحد الخصوصيات ديالها. حبذا لو تم تقريب هاد المنتوج إقليميا، باش يكون ماشي غير موسمي ولا ظرفي، ولكن يكون سوق إقليمي دائم على طول السنة. في إطار المساهمة الاجتماعية اللي تنعتبره ورش ملكي، لأن هذا ورش ملكي تهدف النهوض بالقطاع ديال الصناعة التقليدية والعاملين فيه من خلال دعمهم اجتماعيا وصحيا، فهذا ورش ملكي، مبادرة ملكية هادفة لهذه الفئة اللي تتعاني من وضعية ديال الهشاشة والوضعية ديال الإقصاء. هذه مبادرة اللي عطاتهم واحد القيمة مضافة، عطاتهم أن الصانع التقليدي تكون عنده تغطية صحية، يكون عنده تقاعد، ويكون عنده واحد تنقوله مصالحة اجتماعية. نعم، كما طرحت سابقا سالي في الذكر، حبذا لو كان هاد الاسواق تنسموه سوق نموذجي، ولكن تنسموه سوق تضامني مع الصانع التقليدي، باش يكون واحد على مستوى الاقليم، باش تكون واحد العرض المنتوج دائم للصانع التقليدي لترويج المنتوج ديالو ليكون كنشاط مدير للدخل مستقبلا. وشكرا. التسويق الرقمي تنقوله في كل مأساة في طياتها نعمة. في إطار هذه الجائحة كورونا خدمات هذا القطاع الرقمي، وهذه تنعتبرها واحد المسألة لواحد الاستراتيجية اللي خصنا تخدم على وزارة الصناعة التقليدية مستقبلا، وأيضا خلق أيام تواصلية وتعريفية بهذه المنصات الرقمية، لأن المستقبل هو الديجيتال، المستقبل هو العالم الرقمي. بالتالي التسويق المنتوج ديالنا، تنشوفوا المنتوج ديالنا المغربي تتعرض في دول تضيفوا على غير بصمة بسيطة، الطاجين المغربي على سبيل المثال تلقاو تضيفوا عليه غير بصمة بسيطة، تيديروا غير خيط ولا تيديروا شي واحد روتوش، وتتباع بأثمنة اللي تنعتبروها مبالغ فيها نظرا للجودة ديال الطاجين المغربي. بالتالي حبذا لو تكون هذه الأيام تواصلية وهذه الأيام تعريفية، نعرفوا بها الصناع التقليديين بالتطور الهائل اللي عرفوا المنصات الرقمية، باش يكون واحد النشاط اللي يكون مدير للدخل ماشي على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي مستقبلاً.